كتير مهم لما نطمح ونحلم نحقق أهداف معينة إنه ما في قيود عمالها بترجعنا لورا. بدينا الأسبوع الماضي مع ضيفتنا نحكي كيف نكسر القيود، شو هي القيود وكيف نكسرها، واليوم نكمل أيضا مع تغريد سعيد أخصائية في تنمية الموارد البشرية وإدارة الأعمال عن كسر القيود. صباح الخير تغريد. صباح النور. كيفك؟ تمام الحمد لله. خلينا نرجع نذكر إنه إحنا الأسبوع الماضي حكينا عن كسر القيود وحكينا عن قيدين بيكونوا موجودين، يعني أكيد اللي عم بيحضرونا هلأ بتقدروا تشوفوا تغريد سعيد الأسبوع الماضي على يوتيوب، ولكن خلينا هلأ نقول شو القيدين اللي حكينا عنهم كيف نكسرهم عشان نبدأ للقيدين التانيين. تمام، أول شيء بدي أشكر المشاهدين والناس اللي شافونا المرة الماضية لأنه كتير كان في تفاعل وكتير حبوا الحلقة وكتير بلشوا يطبقوا فيها، فأنا هذا الشيء أسعدني إنه إحنا عم نحكي للناس وعم بيستفيدوا، يعني مش بس مجرد إنهم عم بيستمتعوا فيه. المرة الماضية حكينا عن قيدين كتير مهمين، اللي هو القيد الأول قيمة الذات، نظرتنا تجاه نفسنا قد إيه إحنا عندنا قيمة عالية، وكمان إنه نحاول قدر الإمكان ما ننظر للناس إنهم أفضل منا ويكون عندنا هاي سيلف استيم. وحكينا كمان عن موضوع الصور الذهنية، القيود الذهنية، الصور التي تتشكل عندنا لفترات طويلة ونبقى عليها وبنآمن فيها وبتغير حياتنا، أو ممكن تشكل لنا تحديات وممكن إحنا نقدر إنه نتجاوزها ونشتغل على حالنا. حكينا عليها قصة الفيل واللي كتير ناس عجبتها قصة الفيل، إنه أنا بضل حاطت لحالي قيود وهمية ذهنية إنه أنا ليس بإمكاني عمل ذلك، بصفي بالآخر أنا مصدق هذا الحكي عن حالي. نعم، وحتى بتعرفي رندا بيقولوا مش بس القيد الحديد، الحبل، تخيلي حبل لو تحطي له إياه ما عاد يتحرك. فقديش موضوع القيود مهم جدا أن نتحرر منه. هذا دليل على شو؟ إنها ممكن تكون القيود هاي شغلة كتير بسيطة، يعني شغلة كتير صغيرة وهمية مش موجودة وإحنا شايفينها كأنها إشي كتير كبير وإشي مش قادرين نتحرر منه. بس تعودنا نآمن بهاي الفكرة. نعم تعودنا الخطر. فخلص وصلنا لمرحلة إحنا مبرمجين حالنا ذهنيا، ومهما اشتغلنا بصير الموضوع أصعب لأنه في صورة ذهنية ثابتة عم بتقولي إنه هذا الشيء حقيقة لا مجال للفرار منها. أوكي حلو. طيب خلينا نكمل هلا القيدين الثالث والرابع وكيف نتحرر منهم. هلا قلنا قيمة الذات، نظرتي لذاتي أو يعني قيمة الذات المتدنية. نعم. قيود وهمية، دائما عندي أفكار مغلوطة أني أنا لا أستطيع لا أقدر. نعم. أوكي. والثالثة اللي هي الواقع. الواقع كيف. نعم. الواقع ممكن يكون قيد. يس. هلا لما انا بجي بحلم بفكر في اشياء بعيده، بهدف لاشياء بدها تصير معي، بجي بطلع على الوضع اللي انا هلا حاليا فيه، بلاقي حالي حاليا كتير بعيد عن الشيء اللي بدي اعمله. فبصير اعمل مقارنات، اصير اقول طيب هلا انا في هذا الوضع في هاي الظروف مع هدول الاشخاص معقول اوصل لهذا الشيء؟ لا لا صعب صعب. لما انا اصير احكي مع حالي لا صعب ما بصير، كتير بعيد هذا الاشي، انه ما أظن إنه هالشي يصير. شوي شوي لاحظي إنه القيود مرتبطة ببعض، شو عم بصير؟ صورة ذهنية. أيوة عم بتشكل يعني الواقع ذهنية. عم بشكل عندي صور ذهنية. فهو عائق صار قدامي، بكون بدي أحصل على فرصة عمل كويسة. ترقية على سبيل المثال أو عمل في شركة في كبرى الشركات، فبلاقي إنه الموضوع يحتاج إلى كتير متطلبات، بدي أروح مثلا أقابل فيه، بدي في أكثر من مقابلة، في شغلات رح يحكموا علي فيها، الإنجليزي تبعي يمكن مش زي ما هم بدهم. بصير أفكر كل هاي نقاط صغيرة بتعمل عندي شو، فيه كتل، عبارة عن كتل. نعم. فوق بعض. نعم. لما يتركبوا بصير الموضوع كتير صعب. فالنظر إلى الواقع بعمل عندي قيد وبعمل عندي تحدي بخليني مش قادر إني أكمل. فبالتالي هيك نظرتي للواقع خلتني إني أتشائم أكثر، حتى مش بس الشغل كمان حتى الحياة اليومية. طلعي على سبيل المثال الناس عندهم مشاكل في حياة، مشاكل زوجية، مشاكل عائلية، بصير يطلع على الطرف الآخر بيقول هات شو بدي غيره، شو بدي يخلي الحياة معه تصير أفضل. فبنظرة للواقع دائما بتعمل تشاؤم، بتخلي الشخص يحكي طب أنا شو بدي يوصلني للشيء اللي بدي إياه. فكل ما زادت نظرتي للواقع وتمسكي في الواقع وإيماني بالشيء اللي أنا شايفه إنه هذا هو الشيء اللي ثابت اللي رح يبقى، بصير عندي صعوبة إني أوصل لشيء بالمستقبل. طب كيف بدي أتخلص يعني؟ لأنه هذا واقع الواحد عايشه. مزبوط طبعا أكيد. بتطلع مثلا زي ما قلتي كيف، طيب اوكي لازم هذا هو واقعه، كيف بده ما يطلع عليه عشان ما يكونش عائق؟ هلا اول شيء عشان اكون منطقيه مع الناس، التاثير اللحظي قوي، يعني عشان انا فعلا بشعر فيهم واحنا الكلام بنقول صح، يعني الشيء اللي بصير قدامي اكيد تاثيره اكبر من الشيء اللي انا بفكر فيه. تمام. لانه الانسان خلص بتاثر بحواسه. تمام. بدي اذكرهم في مثال الطفل الصغير وهو بيبي في بطن امه. اوكي هلا هو شو العالم اللي موجود قدامه؟ عالم مظلم، في غذاء بياخده بطريقه معينه وما عم بشوف شيء. هلا بعدين فجاه بيطلع على واقع اخر. تمام.
هلا نفس الشيء انت اعتبر حالك دائما انك انت هاي حياتك او الصور اللي عم بتصير قدامك، ممكن انت تطلع على واقع اخر، ممكن تروح على مكان بعيد، مش ضروري تبقى في المكان اللي انت فيه. نطلع كمان على المشاهير الكبار، يعني لو نحكي مثلا اوبرا وينفري من الناس اللي انا ليش اخترت اوبرا تحديدا، لانه حياتها كتير كانت صعبه، خلينا نقول الانديكيتورز او المؤشرات اللي موجوده امامها لن توحي لها انها ستكون من النساء من افضل النساء في العالم او اثرى النساء او الاكثر مؤثرات. يعني في كتير اشياء، فهلا هي لو طلعنا بس على الواقع اللي مثل هيك ما راح توصل. كيف الحل؟ حل كتير بسيط اللي هو عدم ربط الواقع، ما أضل أفكر الواقع أنه مربوط تماما بالإشي اللي ممكن يصير. أوكي. في كمان شغلة مهمة أنا بلاحظ على الناس فيها أنه they don't enjoy or love the moment، ما بيعيشوا اللحظة، ما بيحسوا في أهمية الشيء اللي عم يعني دائما بيقولوا أنه لا خلينا لما نوصل لما نوصل. بس يا جماعة النجاح مش عبارة عن مسافة بدك توصل لإلها، هي عبارة عن رحلة. في إشي لما تحكي إنه مكان وصول ورحلة، مش بيقولوا success is not a destination it's a journey، وليس هدف يعني yes. مزبوط، شيء بدي أوصل له هو الرحلة نفسها، لازم هي الرحلة أستمتع نفسها فيها. فإحنا أوصل. هي إذا الشغلة الأولى قلنا إنه ما نربط كتير، يعني حاول دائما توقع تغييرات مفاجئة، توقع أمور ممكن إنها تصير ما إلها دخل في اللي عم بيصير هلأ، هاي نمبر وان. نمبر تو اللي هي حكينا إنه نستمتع في التحديات اللي بتصير. يعني أنا مثلا هلأ أوكي بدي أوصل لوظيفة معينة، نعم، تتطلب مني أخذ دورة معينة، أطور حالي في اللغة الإنجليزية، أشتغل على برستيجي، على تواصلي مع الناس، أطور حالي تكنيكل أو تقنياً أو فنياً بالمهارة بالبزنس نفسه أو بالشغل اللي بدي أوصل له. هاي أوكي الخطوات، طب ليه ما أنا أستمتع فيها؟ صح. يعني أعيش كل لحظة فيها وأنا مستمتع، المتعة راح تخليني أشعر أني أستطيع أن أصل إلى ما أريد. هاي يعني هاي الحالة بتعطي البوزيتيفيتي اني بقدر اوصل الإيجابية. اوصل خصوصا انه كل ستيب بعملها رح تتفاجأ انه في قدرات كاملة عم تتحقق. يعني مثلا ما كنت متوقع حالي اني مثلا انا اي ويل سكسيد في موضوع ما رح انجح فيه، مثلا في خلينا نقول اجتياز مستوى في اللغة او اني رح اقدر اتعامل مع ناس من نمط معين. شوي شوي اكتشفني بقدر، وحتى رح تلاقي الحياة فيها نوع من يعني ممكن يصير المتعة 100%. هلا لازم نحن نعترف بواقعنا وكيف بتعامل حتى اغير هذا الواقع. نعم بالزبط. كل إشي برفضه بلزق فيه زيادة، إذا أيوة. بضل كل يوم أطلع على واقعي هذا شو بده يغيره، هو ملزق فيه، بس أنا بقول مدام هذا واقعي شو بلزمني أتحرك. وبحب كتير تغريدة عم بتقولي إنه أنت في عندك تجربة شخصية بالنسبة للواقع، مزبوط. إنه أو الأشخاص المحبطين يعني هي ممكن تيجي إنه أنت تصيري مدربة لسه بدك فتح خبز. هذا الحكي كان 9 سنين أو 8 سنين تمام. قبل كان في كتير ناس بالبداية إنه بقولوا شي سو يونغ، يعني إنه إحنا عندنا بعدنا صغيرة في الأردن أو في الكالتشر تبعتنا إنه لازم الواحد عشان يصير مدرب خصوصا في مواضيع التنمية البشرية لازم يكون مرق في كتير تجارب كبيرة في حياته ومر من عمر يعني عمر مرحلة عمرية كتير عشان يوصل لهاي. بس مدام أنا قادرة أفوت بتجارب متنوعة في عمر صغير وعندي قدرة على إيصال المعلومة لازم أؤمن في حالي. فبس أتذكر أنا الواقع اللي كنت عايشته لو ربطت حالي كتير في الفترة هديك في الإشي ومسكتي وقلت لا صعب كان ما وصلت للي وصلت له اليوم. صح. فهي واحدة من التجارب اللي خلتني يعني إنه لما أنا أحكي للناس أكون مؤمنة، مش بس بنظر عليهم، لا أنا بقولهم إنه أنا إشي أنا مرأت فيه تجربة من خلال تجاربي أنا. نعم. كتير حلو. وبعدين القيد الثاني واللي هو الأشخاص أو البيئة اللي ممكن تكون مقيدة. نعم. الأشخاص هلأ طبعا هون الأشخاص يعني هون بتصير الموضوع أصعب. ليش؟ لأنه إحنا حكينا عن 3 قيود قبل إلها علاقة في أشياء نحن ننظر لها ونؤمن فيها. تخيلي يا رندا لما يجيك القيد من برا، لما يجيك شخص واقف قدامك وبقولك إن يعني لسه قبل ممكن نقنع حالنا أنها أوهام، لما يجيك شخص يوقف بطريقك في ناس تتحداكي، في ناس بيقللوا من قيمة الشيء اللي عم تعمليه، وفي ناس مستعد إنه يعرقل طريقك مشان يوصل. صح. وتتفاجئي أحياناً إنه قد يكون الناس اللي كانوا كتير قراب منا، يعني الناس اللي إحنا توقعنا منهم إنهم بتمنوا لنا الخير، كان لا ما بيتمنوا لنا الخير، يعني كان أو في نوع من الغيرة، بتعرفي هذا الشيء طبيعي، غيرة ممكن تخليه يوقف بطريقي لحتى أنا ما أوصل لهدفي. فهلا الموضوع الأشخاص يعني حكينا موضوع صعب، بيجي بيوقف بيتحداني، بيحاول في أي طريقة إنه مثلاً هلا فينا نقول كمان إنه مرات بيكون إشي متعارف عليه، يعني خلاص قانون العيلة هيك وأبوي بتفكر بهاي الطريقة. أيوة. يعني هو ما بيكون قصده بيكرهني. لا. عشان الناس ما يقولوا انه هو موضوع تحدي او بس غيرة، لا قد يكون احيانا انه طبيعة او عرف. طبعا. يعني مثلا العيلة مثلا عندنا ناس فيهم كتير ناس قوانين معينة لازم يمشوا عليها بدون ما يغيروا هاي الاشياء. بالزبط. كيف انا هلأ ممكن انا اتصرف بهاي الطريقة؟ هلأ بدي احكي لك شغلة مهمة. الكثير من الناس اصلا ما بيحاولوا،
ما بيحاول فبيجي بيقول لك لا ما هو احنا عندنا هيك، هم بتصرفوا معي بهاي الطريقه، هم بيمنعوني. طب ما انت ما عم بتحاول، انت اصلا ما عم تعمل المحاولات اللي مطلوبه منك. اعمل المحاولات اللي مطلوبه منك بعدين قول اذا بيزبط او ما بيزبط. اوكي هلا كمان انه في شغله لازم نشتغل عليها اللي هي موضوع طريقه تواصلنا مع الناس، التطوير الذات، الاشياء اللي بنحكي عنها دائما لها علاقه في مهاره التواصل، مهاره التفاوض. في مهارات صعبه اذا انت قدرت تدرب حالك عليها رح تكتشف انك حتوصل لاشياء كنت تفكر حالك ما بتوصل لها، ولسه بتقدر يعني. بس ان هي ادرب واطور حالي. في ناس مش بظابط معهم، بقنعهم، بضل وراه لحتى اقنعه في طريقه منطقيه وعقلانيه. كل انسان في له مفتاح معين بقدر اني اقنعه فيه. وكمان موضوع انه اذا كثير عم تجيني اسهم من التحديات من الناس، ارتدي درع وقايه من هدول الناس لحتى ما اخليهم ياثروا علي كثير. كيف هذا الدرع هو له علاقه في طريقه تفكيري؟ لما بلش السهام هاي تجيني اتذكر لا بس مش هذا اللي انا تذكرت، هذا الاشي هو اللي بيوقف بطريقي، هذا الاشي ما رح يخليني اكمل. فبقول اوكي، بحط بيني وبين حالي تحدي اكثر انه رح اثبت لهم، بالعكس خدها بطريقه ايجابيه انه كل ما تحدوني اكثر بدي اثبت لهم اني افضل. وبنفس الوقت كمان do not tell people about your goals، ما تحكي لناس او don't tell people about your big dreams، small people. بالضبط لا تحدث الصغار عن احلامك الكبيره. بالضبط. هم مش رح يفهموها، مش رح يفهموها اصلا. عندما تحدث الصغار عن احلامك الكبيره بيستهزئوا فيها وانت توصل. فهنا انت بتقولي ما تحدث الصغار عن احلامك الكبيره ابدا، خليها بينك وبين حالك. هلا شوفي، اول شيء في ناس اول شيء رح يعملوه رح يبلش يحط لك العراقيل. انت بدك اول شيء دولتنا هاي دائما بقول لك الدوله فيها عراقيل كثير، الواسطات، الوضع اللي احنا فيه. وبعدين انت لسه بدك شغل كثير، يعني انت بتقارن حالك بفلان اللي صار باحد القنوات ولا باحد الشركات ولا كذا، بصيروا يفكروا بهاي الطريقه. فهذا الاشي شعور جواتي بتحرك انه لا معناته هدول اكيد معهم حق، يعني يمكن ما بيزبط. فبالتالي بتلاقيني شوي شوي عم برجع لورا. ما تحكي لحالك. شغله كمان ثانيه اللي هي مرات في ناس بيستنوك، يعني بيستنوا كل شغله عملتها اذا ما وصلت اكزاكتلي للي بدك اياه بصيروا يعيروك انه هيك ما وصلت، مش قلنا لك؟ بصير بيعطيك شعور كثير في الاحباط. فبتصير تقول لو ما حكيت لهم احسن، باي ذا واي هم مش قادرين يوصلوا للربع اللي انت وصلت له، بس هم عم بيستنوك لانك كنت تحكي انا رح اعمل وانا رح اسوي. فدائما اهدافك احتفظ فيها لنفسك، زي ما بقول داري على شمعتك تقيد. كثير صح عن جد. يس طبعا. فانه انت خلي هذا الشيء جواتك اشتغل عليه شوي شوي، ولما توصل احتفل بنجاحك مع نفسك. احنا مشكلتنا ما بنعامل نفسنا كما يجب، بنستنى الاخرين يقدرونا، بنستنى الاحتفال والنجاح من الاخرين. احتفل مع نفسك، قدر ذاتك، كافئ ذاتك، اشعر في قيمه الذات العاليه، نربطه باللي حكيناه المره الماضيه انه بتصير عندي القيمه الذات عاليه جدا. وكمان شغله كثير مهمه رندا لازم احكيها، ما أنا حكينا على البيئة الغير داعمة والواقع اللي ممكن إحنا نمر فيه. هلأ الناس اللي إذا أنت شعرت أنك لست سعيد أبداً في المكان اللي أنت فيه وحاولت كل المحاولات وجربت كتير تعمل أشياء مع الناس وما زبط، يعني أنت لست شجرة. يعني انت مش مضطر تبقى انت مش شجر. اكزاكتلي. فيك تمشي، فيك تعمل اشياء كتير. سو ثينك اباوت ات، قول لا انا مش شجره، انا بقدر اتحرك. اذا شعرت انه المكان لا يناسبك ابدا، الاشخاص لا يناسبوك، ما عم تقدر تحقق احلامك، في تحديات من جميع الجهات، في خلينا نقول قيود مش قادر تكسرها فعلا معاهم، تستطيع الانتقال إلى بيئة أخرى مع أشخاص آخرين قد تحقق أحلامك. سبحان الله خلق لنا الكون كبير. صح. فيك تتنقل، فيك تجرب. وبصراحة حين نقيد حالنا في معرفة أشخاص معينين أو في بيئة معينة، مجرد ما تبلش تكسر القيود تتعرف على ناس جديدة وعلى بيئات أخرى، بتقول أنا وين كنت زمان؟ شو اللي كنت عامله بحالي؟ إنه هي في حياة تانية، هي في أشياء كتير أنا ممكن أعملها لنفسي. فلا إذا لا شعرت أنك ما عم بتحقق ذاتك وأحلامك وفي ناس عم توقف بطريقك، يعني لا you have لا لازم انت لست شجره. you have to move. لازم تدور تشوف شو ممكن. اسعى 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 في الحياه، كل ما سعيت اكثر يعني بتلاقي في فرص كتير عم تطلع قدامك. الفرص تاتي لمن يبحث عنها، الفرصه ما رح تبحث عنك ابدا. واللي بقول لك انه زي في نكتة بيحكوا انه الفرصه اجت تدق على باب واحد، فبتحكي له نوك نوك، بتدق على الباب، فبقولها مين برا، who's there، فبتحكي له the opportunity، الفرصه. فبحكي لها كذابه، لو كنت الفرصه كان عملتي نوك، ما كان عملتي نوك نوك. شوفوا تصور الناس. أيوة. انها هي بس بتيجي مره واحده، حد لدرجه اذا بتدق على الباب ما بتدق مرتين، بتدق مره. ولا انت وهذا تصور خاطئ جدا جدا. الفرصه لو رحنا احنا على القاموس رح نلاقي معناتها الوقت المناسب لحدوث شيء ما. يعني هي وقت مناسب في شيء بده يصير فيه. الوقت المناسب مين بحدده؟ انت، انت بتحدد هذا الوقت مناسب ولا لا. الفرصه تاتي للاشخاص المستعدين. قديش انت عندك level of readiness، قديش انت مستعد، قديش بتجيك فرص. صح. مشان هيك في ناس بتقول طب هذا ليه هيك بتزبط معه الامور، يعني
كل شيء بيجي، كل شيء بيزبط معه لأنه هو مستعد نفسياً، هو مستعد نفسياً، مستعد نفسياً، على نفس التردد، هو على نفس التردد. نعم. فبتلاقي شو ما يدور في حياته أو كذا عم بيزبط معه لأنه هو ماشي بالطريقة الصحيحة. نعم. ومع الأشخاص الصحيحين. نعم. وشو ما يجي بيعرف يتصرف. أنت يمكن لو انحطيت بموقف وما رح تعرف تتصرف، يونطردي أنت خليك بس قاعد بتشكي من مدراءك وبتشكي من حظك وبتشكي من كل شيء وما عم تتحرك. هو تحرك، هو مستعد للتصرف بالopportunities اللي بتلوح أمامه. أمام. رائع رائع. وبعدين نطلع من حديثك تغريد إنه كل قيد بيربط بالقيد اللي بعده. مزبوط. يعني قيمة الذات المتدنية بتعطيني لقيود وهمية، قيود وهمية بتخليني أطلع على الواقع تبعي وأقارنه الواقع تبعي، بخلق لي ناس محبطين فبضل عايشة بهاي الدائرة. مشاكل. لازم أبلش. صح. أقصر القيود. مزبوط. وأتحرر وأنا لست شجرة. حبيتها هاي. شكرا تغريد. حبيبتي. شكرا لوجودك معنا. شكرا للمتابعة. ما تنسوا تشتركوا بالقناة ليوصلكم كل إشي جديد.